مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من ارضيه هذا الميدان، ميدان الشعب، ميدان اللبسه، مع انطلاقه موفقه، انطلاقه سليمه باذن الله تعالى. شوطنا السادس عشر للقعدان الحجايج، مسافتنا 4 كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين مع هذه الاعداد والمشاركه في هذا الشوط. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط وإلى المركز الأول لكي نتعرف على الصدارة، لكي نأتي مع مقدمة الشوط نرى من يسيطر مع البداية ويعلن حضوره في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. المقدمة الأولى حطاب الحميد بن محمد بن حليس العفاري من يقدم لنا حطاب مع البداية الأولى. انتقل مباشرة مع المركز الثاني ويأتي مشاهدينا الكرام هنا يتقدم بهذا المسار هو الانطلاق من يحمل الرقم 95 مشاهدينا الكرام شاهين هناد بن سيف بن علي الجابري من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني. ثالث المراكز يتقدم وينطلق بهذا المسار الفاتن مبارك بن بخيت بن لوتية العامري من يقدم الفاتن. النقلة مباشرة مع المركز الرابع مشاهدينا الكرام هنا مفجر سيف بن محمد بن سالم الدرعي من يقدم لنا مفجر مع المركز الرابع. وفي خامس المراكز واصل ومنطلق الوضيحي سعيد بن محمد بالطماطم العفاري مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز مشاهدينا الكرام يتقدم هنا ضيف حميد بن هدوب بن سعيد العمري، ومن الجانب الاخر مع المركز السابع يتقدم بهذا المسار هو الانطلاق مشاهدينا الكرام شاهين عمار بن سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي. اما اللي في المركز التاسع وصل في هذه اللحظات وانطلق مشاهدين الكرام، ارى اللي هو في هذه اللحظات يتقدم بهذا المسار هو الانطلاق قادم بكل قوه ياتي متعب لعيد بن زايد بن حمد المزروعي. وفي عاشر المراكز مشاهدينا الكرام بدا يصل في هذه اللحظات وينطلق بهذا المسار والانطلاق ارى اللي هو مسرف احمد بن حمد بن مبارك المهيري. هكذا النتيجه، هكذا المراكز العشر المتقدمه اذعناه كاملا مكمل. نعود حيث البدايه، نعود الى مقدمه الشوط الى المركز الاول الى الصداره الاولى. في البدايه هنا يتقدم رمز يا سلام، ما يبنى الطاري الا مع المركز الاول. رمز يا سلام تعود الملكيه من يقدمه مشاهدينا الكرام محمد بن صالح بن سالم النابت المري يقدم لنا رمز. المركز الثاني ياتي وضاح حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي مع المركز الثاني. المركز الثالث ينطلق مشاهدينا الكرام وياتي هملول عبد الله بن حمدان بن عبد الله بن دلموك من يقدم هنا السلاله الهملوليه مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز مشاهدينا الكرام ينطلق متعب عيد بن زايد بن حمد المزروعي. هكذا النتيجه، هكذا المسار، لمن السيارة؟ لمن؟ لمن الفوز والناموس والانتصار؟ يا سلام واصل هنا ومنطلق أرى اللي هو ملزوم، ملزوم عبيد بن راشد بن علي بن متعافي المنصوري من يقدم لنا ملزوم. ولكن هنا البداية رمز مع المقدمة، رمز على الصدارة على المركز الأول، كيلو ونصف الكيلو عن ناموس هذا الشوط. ورمز مع البداية الأولى مع المقدمة محمد بن سالم بن محمد بن صالح بن سالم النابت المري يبي غادر بالسيارة، يبي غادر بالناموس والفوز. طعمه غير في هذا المحفل، في هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله ورعاه. هنا ينطلق رمز، يتقدم رمز الجميع إلى مع الكيلو متر الأخير. يا سلام هنا الكيلو والمئتين متر عن خط النهاية، غادر 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 رمز، انطلق إلى الناموس إلى الفوز والانتصار. المركز الثاني ياتي مشاهدينا الكرام هملول عبد الله بن حمدان بن عبد الله بن دلموك مع الكيلومتر الاخير. وانت
ولكن رمز رمز مشاهدينا الكرام غادر رمز إلى ناموس هذا الشوط. مشكور يا مالك رمز، مشكور يا مالك رمز. هنا محمد بن صالح بن سالم النابت المري غادر الجميع، انطلق إلى الناموس إلى الفوز، وسمح الله دربك بالناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا النتيجة أو هلا مشاهدينا الكرام على هذا الفوز والانتصار. 600 متر أخير، دير البال دير البال يا مالك رمز. محمد بن صالح بن سالم النابت المري يغادر الجميع، ينطلق انطلاقة الفوز. نشوف اللي في المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني اللي وصل مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، قادم بكل قوة، ولكن رمز هو المسيطر، رمز هو المسيطر. وصول مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني، يا سلام القادم اللي هو ملزوم عبيد بن راشد بن علي بن متعافي المنصوري، ولكن رمز 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 يا سلام عليك يا رمز، الله يحفظك يا رمز، إلى الناموس إلى الانتصار إلى الفوز. يا سلام يا سلام يا بن نابت، يا سلام يا بن نابت، سعد الله صباحك، سقى الله دارك على هذه العروض الممتازة الذي يقدمها رمز. تهانينا لهالي الدوحة لهالي الشحانية على هذا الفوز والانتصار. محمد بن صالح بن سالم النابت المري على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني، ملزوم عبيد بن راشد بن علي بن متعافي المنصور المركز الثالث. ثالث المراكز كان المركز الثالث هملول عبد الله بن حمدان بن عبد الله بن دلموك. المركز الرابع كان من نصيب مشاهدينا الكرام رابع المراكز هناك وضاح حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدلعي. خامس المراكز الشامخ سهيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي. مشاهدينا الكرام هكذا النتيجة، تهانينا والناموس. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وإلى رمز. هنا مشاهدي الكرام مع 1200 متر غادر الجميع، انطلق إلى السيارة وإلى الناموس، ومن يقدمها لنا محمد بن صالح بن سالم النابت المر. يسعد الله صباحك، 6 دقائق 4 ثواني جزين من الثاني. تهانينا والناموس لمالك محمد بن صالح بن سالم النابت المري المركز الثاني. وصل ملزوق حميد بن راشد بن علي بن متعافي المنصوري. 6 دقائق التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، ننتظر التوقيت الزمني للمركز الثاني. 6 دقائق 5 ثواني 4 من الاجزاء. تهاني والناموس لمالك ملزوم حميد بن راشد بن علي بن متعافي المنصوري. المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام هملول عبد الله بن حمدان بن عبد الله بن دلموك، قطع المسافه زمن وقدره 6 دقائق 7 ثواني 4 من الاجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الاشواط. نخشى إلا حالق البيت يا شيخ.